واجب وطني. نعم، يعني مواطنة أنا لازم أخدم بلدي في الانتخابات، سواء مجلس الأمة سواء البلدي، يعني إحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله، عرفت شلون؟ لا، بالنسبة حق الخذلان ما أعتقد إنه يعني مرشح روحه وتعب هال5 سنين ويخذل المواطن، ما أعتقد. بس كل مجلس لظروفه، والله مو كلهم يعني راح يدور مصلحته، أكو مرشح يدور مصلحته، إلا هو يعني مثل ما قلت لا على قولتهم في نفسه شيء. بس لا، العموم أكيد مصلحة الكويت أول شيء، والله ما أدري. عموما يعني هو القوامة حق الرجل، أنا ما أيد أن المرأة يعني تتخوض هالمجال صراحة، صعب أنتخب إيه، بس إني أرشح روحي صعبة على المرأة، ما أعتقد أعطي صوتي حق ست. كيفهم؟ أنا عندي يعني منهج أمشي عليه، منهج إسلامي، القوامة للرجل، يعني المرأة مكانها بيتها صراحة.